وقد أعلنت الحكومة اليونانية تعليق طلبات اللجوء ابتداء من 1 مارس بعدما فتحت تركيا أبوابها للمهاجرين الذين ينوون الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد تمو من قناة MDTV. إذن بعد ما أعلنت يونان من 1 مارس تعليق طلبات اللجوء بعدما فتحت تركيا حدودها، اليونان علقت طلبات اللجوء من 1 مارس لحتى 1 أبريل لمدة شهر، يعني من 1/3 ل 1/4. هاي الفترة خلصت، وبعد هاي الفترة طلعت مصادر رسمية من الحكومة اليونانية، وفي بيان هلا راح نقرأ لكم إياه. إذا أعلنت الحكومة اليونانية أنها لن تمدد تعليق طلبات اللجوء، وتعهدت بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع تركيا. وكانت الحكومة اليونانية علقت طلبات اللجوء لمدة شهر منذ 1 آذار مارس بعد أن فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين الذين ينوون الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وبحسب البيانات الرسمية، فقد وصل حوالي 2000 طالب لجوء إلى الجزر اليونانية خلال شهر مارس، تم نقل غالبيتهم إلى مرافق مغلقة. يعني وصل شهر مارس لحاله شيء 2000 طالب. المصادر الرسمية من الحكومة اليونانية وصل نحو 2000 مهاجر إلى الجزر اليونانية من 1 مارس ل 1 أبريل، يعني خلال الشهر تم نقل غالبيتهم إلى مرافق مغلقة، يعني تم نقل غالبيتهم إلى المخيمات المغلقة للنظر في طلبات لجوئهم في البر الرئيسي، وكان في نسبة كبيرة منهم تمهيد لترحيلهم حسب ما أعلنت الحكومة اليونانية. وفي سياق منفصل، أجرى وزير الحماية ووزير حماية وزير الدفاع عفوا ووزير حماية المواطنين ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني عمليات تفتيش على الحدود اليونانية التركية يوم الاثنين الماضي. إذا قرار تمديد تعليق طلبات اللجوء لن يمدد، يعني اللي هلا راح يدخل عن طريق الجزر، عن طريق البحر أو عن طريق البر، راح يدخل اليونان، راح يكون الطريق مفتوح لأنه ليقدم طلب لجوء في اليونان. كان معكم محمد تمام من قناة MDTV، متمنيا لكم الصحة والسعادة، والسلام عليكم.